لصالح المنتخب البيروفي. جريرو، اللقاء بكل تأكيد سيكون ممتع. كرة للهدف الأول، جول جول لكريستيان كويبا. استلام بدوران رائع جدا من جانب هذا اللاعب، لكن شايفين من أين أتت التمريرة؟ أتت من اللاعب المتميز باولو جريرو وكريستيان كويبا. استلام بمراوغة رائعة جدا من بين أقدام مدافع المنتخب الإكوادوري، ويسجل بعد ذلك بمنتهى البراعة في شباك الحارس ألكسندر دومينجيز ليعلن عن هدف السبق في هذه المباراة للمنتخب البيروفي. إذن المنتخب البيروفي يضرب الآن بالهدف الأول. محترفين في الام ال اس. كرويسو، هذه كرة في الأمام خطيرة جدا، فرصة الآن، فرصة، جول جول جول. شيء إيدسون فلوريس لاعب أونيفرسيتاريو يسجل الهدف الثاني للمنتخب البيروفي. هذه أمامنا استلام وتسديدة بالقدم اليسرى على يسار حارس المرمى، يسجل إيدسون فلوريس لاعب فريق أونيفرسيتاريو الهدف الثاني للمنتخب البيروفي في هذه المباراة. إذن إيدسون فلوريس استلام ولا أروع، ودورانها تسديدة بالقدم اليسرى ليسجل الهدف السابع دوليا له بقميص المنتخب البيروفي هذا اللاعب. لأن جانب المنتخب البيروفي أنطونيو بالنسيا، أنطونيو يلعب تمريرة خطيرة، فرصة فرصة، جول 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 لينر بالنسيا. تصبح النتيجة 2-1. هذه التمريرة من جانب أنطونيو لينر بالنسيا، لم يكن متسلل، كان هناك تغطية من جانب قلب دفاع ألبرتو جونيور رودريغيز، واستلم ببراعة وهيأ الكرة على صدره وسدد في مرمى الحارس بيدرو جايسي ليسجل الهدف الأول للمنتخب الإكوادوري في هذه المباراة. من هجمات المنتخب البيروفي كانت من الجهة اليسرى أيضا، يعني إطلاق الآن للمنتخب الإكوادوري. كرة في الأمام، محاولة سريعة لمير بولانيوس، مير بولانيوس يلعب كرة عرضية لكن تبعد من جانب دفاعات البيرو، تعود مرة أخرى من جديد لبولانيوس. بولانيوس على حدود منطقة الجزاء، هاتوا خدها، فرصة لجيفرسون مونتيرو، بولانيوس جول 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 للمنتخب الإكوادوري. بولانيوس للمنتخب الإكوادوري، بدأها بولانيوس بطريقة ممتازة، مرر لجيفرسون مونتيرو، وجيفرسون مرة أخرى من جديد، والكرة العرضية لبولانيوس يسجل بدون أدنى صعوبة بعد تمرير هدية من جيفرسون مونتيرو. جيفرسون مونتيرو وبولانيوس، والآن آخر 6 أهداف في بطولة كوبا أمريكا للمنتخب الإكوادوري، سجل منها 3 أهداف اللاعب إينر فالنسيا، وأيضا اللاعب مير بولانيوس سجل 3 أهداف في آخر نسختين من بطولة كوبا أمريكا. 6